نواصل الخبر الوطني من إقليم شتوكا أيتباها حيث تم إطلاق أبحاث جديدة ودراسات في زراعة وإنتاج سلاسل الأرغان والصبار أبحاث تكللت بتطوير وصيانة هذه السلاسل الفلاحية حجب تمك والعربي المركز الجيوي للبحث الزراعي بالجماعة الترابية بالفاء بإقليم شتوكا أيت يجري عدة دراسات وتجارب تهدف إلى التحسين الوراثي والتقني لزراعة وإنتاج الأرجان. أبحاث تكللت بتطوير وتصنيف ستة أنواع من الأرجان. ####وصلنا ل# 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 لونغيجيستخمون لانسكريبسيو ديال ستة ديال الأصناف اللي لي كتميز بـ بـ بالإنتاجية وكذلك كتميز بأنها ك# بلادات# لادابتاسيو يعني كت# تأقلم... تعزلو واحد ستة ديال الأصناف... اللي هما اليوم متقن عند لونسا وعندهم يعني القانون ديالهم وهاد سته ديال الاصناف يمكن لينا نديرو فيهم التكتيف يعني لا ملتيبليكاسيون باش يقدروا يخرجوا ويكونوا ساهلين في الشجره ويكونوا معروفين واللي الشجره يمكن في مده ديال ثلاثه سنوات ونصف او بعد ديال السنوات تعطي النتيجه عنايه الباحثين بالمعهد شملت ايضا سلسله الصبار التي عانت اخيرا من اشكاليه الحشره القرمزيه والابحاث ما تزال جاريه لصيانتها وحمايتها. نسخة اللي كنا هنا هي دارت اساسا باش نحافظوا على الموروط الجيني ديالنا من الصبار لان غادي نحتاجوه من بعد في برامج بحثيه وتنميه الصبار في المستقبل ومن هنا خرجنا ثمانيه ديال الاصناف المقاومه اللي لقينا حاليا مقاومه للحشره القرمزيه. التجارب البحثية التي أجريت في هذه الضيعة الممتدة على مساحة 73 هكتارا تغطي سلاسل فلاحية أخرى كالطماطم والحوامد والموز والزعفران والشعير